اسمحوا لي بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدأ المرور، يعني ان انا اوجه للقوات المسلحة كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بالدور، الدور في وقت الحرب ووقت السلم. واسمحوا لي ان انا برضو اهني القوات المسلحة بمرور 50 عام على نصر اكتوبر المجيد. واحنا النهاردة موجودين هنا في احد الانشطة التدريبية في تفتيش حرب او اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة، وانا يعني بسجل هنا ان هذا التزام كان من ضمن انشطة الاحتفال باكتوبر المجيد او بمرور 50 سنة على اكتوبر المجيد. والحقيقة احنا كان في انشطه كتير جدا، واحنا طبعا للظروف اللي موجوده ديت يعني خلينا الالتزامات في اقل ما يمكن، عشان يعني في اطار مراعاه الظروف اللي موجوده في المنطقه. انا عايز اقول لكم على حاجه في القوات المسلحه وحتى للمصريين. اكتوبر بالنسبه لنا هو ليه معنى كبير قوي، لأنه هو كان عبور من حالة يأس إلى أمل، ومن حالة إحباط إلى فخر، ومن حالة هزيمة إلى حالة نصر. وبالتالي في كل سنة بنتذكر الجهد والتضحية اللي قدمتها مصر وقدمتها القوات المسلحة من أجل التحقيق اللي أنا بقول عليه ده. والنهاردة بعد 50 سنة مهمة أوي إن احنا نستخلص الدروس والعبر ونستمر في ذلك. وأنا هنا يمكن عايز أقول لكم إن يمكن النهاردة الحديث عن الأمن القومي والحفاظ عليه، وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير، وده الحقيقة ده دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر. وهنا لازم أسجل وأكد أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل أهدافها إن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. وهنا برضو مهم أوي إن أنا أقول إن ده معناه إن الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس، هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. وهنا عايز اقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي، وكلامي هنا لينا كلنا للعسكريين والمدنيين، مهم قوي مهم قوي انك انت وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة، ولا تضغي، ما بقاش فيه طغيان، ما بقاش عندك أوهام بقوتك اللي موجودة. أنا بقولها لينا كلنا، عشان يعني ساعات أسمع كده كلام يقولك مدام عندنا، يعني لا، أنت عندك عشان تدافع عن نفسك، عندك عشان تحمي بلدك، وعندك عشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وايضا بصبر. اوعى الغضب واوعى الحماسة، اوعى الغضب واوعى الحماسة تخليك تفكر ابدا بشكل تتجاوز فيه وتقول في وقت من الاوقات ما كانش
ما كانش ممكن قوي او ما كانش لابد ان احنا نتجاوز كده. اوضح اكتر، اوعى اوهام القوة، اوعى او انتبه ان اوهام القوة تدفعك انك تاخد قرار وتعمل اجراء تقول بعد كده ان انا يعني ما كنتش دارس كويس، كنت مدفوع بغضبي، مدفوع بحماسة زيادة عن اللزوم. انا بقول الكلام ده للقوات المسلحة وبقول الكلام ده لشعبنا المصري. احنا بنتعامل دايما مع كل الازمات بعقل وصبر عشان نحقق كل شيء او ما امكن، يعني من غير ما يكون في تجاوز في استخدام القوة او القدرات. يعني كان مهم قوي ان انا اقول لكم الكلمتين دول في المناسبة ديت، في المناسبة ديت، وبالمناسبة يعني التطورات اللي موجودة في قطاع غزة. اسمحوا لي اقول لكم ان احنا بنقوم بدور ايجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهدئة الامور والوصول الى ايقاف لهذا الصراع، وايضا للوقف يعني اطلاق النار بشكل او باخر، وايقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي. وفي نفس الوقت بنسعى جاهدين بالتعاون مع الاشقاء والاصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين: احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده، وايضا مساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم في احوج الحاجة ليها، في ظل احنا من يوم 7 اكتوبر للنهاردة بنتكلم في اكتر من تقريبا يعني 14-15 يوم، وطبعا ما فيش مية وما فيش كهرباء وما فيش وقود، وبالتالي حجم وحتى مواد طبية ومواد إغاثية ومواد غذائية. فاحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. مهم قوي ان احنا يعني نبذل كل الجهد لتقليل المعاناة. ودايما في كل مناسبة، احنا حصل خلال 20 سنة اللي فاتوا تقريبا 5 جولات صراع بين اسرائيل وبين يعني القطاع او حماس او الجهاد الاسلامي او الجماعات اللي موجودة في القطاع، 5 مرات. وكان دور مصر دايما دور ايجابي في احتواء التصعيد وتهدئته وتخفيف اثار هذا الصراع. وبنقول في كل مرة ان مهم جدا ان حل القضية الفلسطينية هو من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين اللي بيعطي الامل للفلسطينيين، وبيبقى بيوجد دولة لهم على اراضي 67 او الاراضي التي احتلت في 67 وعاصمتها القدس، وفي نفس الوقت يراعي الامن لكل من الشعب الفلسطيني والشعب الاسرائيلي. مرة تانية انا سعيد بوجودكم، وعايز اقول وباللي انا شايفه هنا، والحقيقة يعني هذا امر يعني يدعو للفخر، احنا بنتكلم على يعني تشكيل من عدة تشكيلات، سواء كان في الجيش الثاني او الثالث او في المناطق والاخرى زي المنطقة المركزية او الغربية او الجنوبية او الشمالية، كل التشكيلات بالمستوى الحمد لله بالمستوى اللي احنا شايفينه ده في كل التخصصات. وزي ما قلت، مهما كانت قوتك هي قوة رشيدة، وده سمة من سمات الجيش في مصر، قوة رشيدة وحكيمة تبني وتصون وتحمي ولا تعتدي. يعني بقول في اليوم ده ان احنا دايما من محتاجين ان احنا نتسلح دايما بالعلم بالمعرفة، حتى نكون قادرين دائما على استيعاب التقدم اللي بيحدث في
مجالات، يعني المجالات التفوق والتطور اللي بتشهدها المعدات والأسلحة الحديثة، وأيضا النظريات المختلفة. ثم أي حاجة أخرى مهمة أو إن إحنا نتسلح بيها، وهي الإيمان. الإيمان معناه الخلق، معناه النزاهة، معناه الشرف، معناه عدم الخيانة، معناه عدم التآمر. انتبهوا للمحورين دول أو للكلمتين دول، التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان، هو ده السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة لا تقهر، لأنها هتبقى مدعومة بأسباب الدنيا ومدعومة بأسباب السماء. يبقى معاك دعم ربنا سبحانه وتعالى عندما تكون تتعامل مع الأمور بشرف، من غير غدر ولا خيانة ولا خزة. يعني آخر حاجة هقولها لكم، دايما حافظوا على كفائتكم وعلى قدراتكم، دايما تكونوا جاهزين، دايما تكونوا حريصين. ربنا يا رب يحفظكم، ودايما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وجيشها في أمن وأمان وسلام. بشكركم جميعا، وسعيد باللي أنا شفته ده، وإن شاء الله دايما دايما للعلا. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.